ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله سبحانه وتعالى وحوليه هي الصواب كهالايا. ومن كان منكم مريضا عدة حنون سنة مركاسي أو صونك كوي ميد أو على سفر أما سفر ككجرة فعدة من أيام أخر. لبداسي وحي كجرة وام حي أهل الأعذار ككجرة أهل الأعذار كواكوي وكوى مركاسي حنون سن حنون كوذن او يهمد لغاو عالقبو او احمد لغبوك سوناي باذن الله سبحانه وتعالى ايو قفك سفر ككجرة الله سبحانه وتعالى قفك اصن سيدو كلا وحو دل ساري سونك ان مركاسي او ديب ديقو لبدا سي قفوت وحا لبدا سي قفوت لإلحاقنا يا او راعا يا يعنيه لبا حالدود اما لبا قف او دمر ايغانا سيدو كلا وحا كمد ان الله سبحانه وتعالى بوليه رسولك عليه السلام يعني إلهي وحو كرذي يعني هي المسافر خفك مسافر كوحو كرذي شطر الصلاة يعني هي محنكو رهاي قياب كمد الصلاة دو كرذي وفرصو قياب كمد الصلاة دو كرذي وخفك مسافر كأه والحامل والمرضع الصيام أو الصوم مدى حاملة ذا اهي أورك له اي مدى محنكو رهاي مرضع ذا اهي مركاسي نو جنيسة وحو كرذي سيدو كالصونك مركا أقواش جرتا تخريبا وأفر أو أه يعني قفتن حاملة ذا نفسد هذا أقب قيسة أم عنقة أب قيسة أما مرضع ذا إنه جنيسة أما نفسد هانا أب خذ أم عنقة أب خذ وحال إلحاقنا يا أما الرعسينا يا وام حي حالدي مرض كأه أو مركا سوادت مركا حنون دباطين وكد علقة يعني عبسي قبو لكن ما هنمد يعني إسكس عنايا سيدا درت هذا علم ذا وحي ليهين مر على مركي أي مركا سونكي لما يسطو معنا يعني وحنا كوا مركي سونكي أو لما هذا أو مركا حالدي أي كجرتي نوجنتا أما طلعت كذب أي محي سميني سا إني سونكي جدو مركا سونك كل جد إني جدو أقول كان وانا متكو أرجع سني يعني هي إن سون أي سونتو أو مركا سي أي لنتي ما ده يعني إطعام أي قودين أي لتي ما ده وأقول كله قول كان وجرة طبعا سيدو كله لكن متك راجع أما أرجع سنا وحوي هي إن قف كاسي مرضعه نوجينيسا اما مد حاملده اه انه الله سبحانه وتعالى سونك ولمد ييري سيده قفكه حنونسن او كلا ام مسافر كو او كلا تاسو اه مر على مركه حالدي اي كوجيرته اي كبخدو اي دشو اما او معناها يعني عنقي اي جوجيسا اني ناسيسو ان مركاسي لغا دونايه مخي اني سونكي غدو الله سبحانه وتعالى خير عافيمات لما نودا سيو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.